أنت في فقر تام في كل لحظة إلى ربك ومولاك. ولهذا من الدعاء الذي أنصحكم به غدا وكل يوم وهو في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذه الدعوة والله جمعت لك الخير كله في الدنيا والدين والآخرة. قلها وأنت على يقين أنه لن يصلح لك شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله لك. ولهذا في الدعاء الآخر قال: أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا فيه الافتقار. ولهذا من أهم ما يكون في باب الدعاء افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى.